لاباس. مرحبا بك وشكرا لتلبيه الدعوه ومرورك معنا في فقره سفراء على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. انا قلت سليله حنا بعل وانت تبارك الله قاعده تبارتاج ياسر في الـ في الـ في الخدمه اللي قاعده تخدم فيها. نحكيو بالاساس على مطعم ثقافي هكا ولا صباح؟ اكيد اي 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 احكي لي الحكايه. الحكايه بديت أنا عندي برشا هنا، عندي دخل في العام 25 في إيرلندا الشمالية. يعني قعدت مدة يعني كونت عائلة وخدمت وقيت وكل شيء، قاعد ديما فكرة. سافرت لبرشا بلدان وشفت اكتشفت إن المطبخ التونسي معناتها مظلوم شوية وثقافتنا وقلت يعني وعدت نفسي إن شاء الله باش نعمل معناتها اللي نقدر عليه ونعمل مجهود. اخي جيت الفكره هكايا نتاع كارتاجو، حبيت نختار اسم اللي هو يشمل اسم قوي معناتها يشمل اللي يسمع يعرف اللي هو تونس. وخدمت عليه وخدمت يعني بصفه عامه، حبيت نعمل مطبخ معناتها مطبخ كامل يعني من التراث نتاعنا وثقافي في نفس الوقت، معناتها حتى اللي باش يجي في نفس الوقت باش يتذوق الاطباق التونسيه باش يتعرف على الثقافه التونسيه. ويعني خدمت على ذلك بيان سور يعني حتى ديكور والاطباق اللي خدمت عليهم برشا واطباق من قاع الخابيه صباح، كي نقولوا الكبكاب ومرقه زعره وغيرها من وجه الخابيه. اي فوالا الوغ بديت معناتها هكاك والحمد لله، معناتها انا بديت كيما نقول بحب وبنيه طيبه ويعني ونحكي نجحت، معناتها قلت لك يعني نجاح يعني كبير ولقينا برشا برشا يعني الناس حبوها الاجانب على الاخر الحكايه، وانا اني خدمت على برشا البروجرام خدمت بروفيسيونيل ويعني وطورت في برشا اطباق برشا حاجات بطريقه التطوير كيفاش خاطر فما برشا تفاصيل الحقيقه انا قاعده نلاحظ فيها مثلا من خلال الزي نتاعك في المطعم هذايا كارتاجو كشاشيه التونسيه يظهر لي لابسه دنجري هكا ولا ليه صبيح؟ هي انا 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 التيني نتاعي انا اخدم به دنجري وحتى التيني نتاع يعني نحب نشوف العاملين معاك يعني ايه؟ من انجليز وايرلنديين وتوانسه معناتها كلهم لابسين دنجري التونسي. والصور الصور انا تابعه لانيفورم وكل يعني انيفورم فيه صوره مثلا صوره دي بوسعيد صوره اثار قرطاجيه يعني كل شيء خدم عليه حتى الماني حتى الحريق يحل الماني باش يلقى الكتاب تاع الماني فيه صور معناتها من تونس الشواطئ واماكن يعني حتى حاشاك اللي تمشي يحل بها يعني اي حاجه يعني حتى هل انت ادوات كل شيء تكونت في المجال هذايا خاصه في مجال الطبخ به نواصلوا بعد شويه به صحيب جميع قاعدين يكلموا فيه دونك انت حكيت لي قلت لي طورت صباح، هل تلقيت تكوين في مجال الطبخ انك بالحق معناها تتعرف على الموروث الغذائي التونسي بك القواعد نتاعو ساعات هكا قواعد مبالغ فيها باش بالحق يكون طبق مميز وطبق يكون هكا عنده مذاق وعنده قبول عند المواطنين في او بالاحرى السياح، خاطر يظهر لي كارتاجو يستقبل التوانسه وسياح ومن جنسيتهم. نحن اي ولا احنا عندنا معناتها اجانب من كل جميع العالم، عندنا من انجليز كندا امريكا حتى من اليابان، عندنا من الصين من الشنوا كل شيء ما عندنا بيان سور، احنا جاليه مش كبيره برشا ما عندنا يعني اجانب توانسه سامحني يعني مش برشا، اما مقدريه انا معناتها نخدم على الاطباق، انا بكي مغرومه بالطبخ على الاخر ولما بيه معناتها على الاخر انا ديجا نقرا كتبتي كلها طبخ على الطبخ يعني من وبعد انا مشيت قريت عملت تكوين في اليونان، عملت تكوين في ايطاليا، عملت تكوين في البريتش يعني كويزين، عملت تكوين في العجائن يعني بالقرايه هذيك انا عاونتني بالكذاب الكذاب باش نطور الاطباق التونسيه، شنو اللي يمشي مع بعض شنو يمشي شنو اللي يعني هو كل شيء يمشي مع بعضه، انا معناتها طريقه تقديمه فما تكنيك معناتها مع الحفاظ على الطعم يعني الطعم التونسي الاصيل سواء كان سمك او دجاج او الحم يعني كي تذوق هذيك الماكله ولا تشوفها
واو هذه اكل بهارات تونسيه. واكيد واو كلمه واو هذه قالوها برشا خديك وقت اللي يجيو الكارتاغو وانا قاعده نشوف انا ساعات نبدا والله نبدا نسمع تكسيم تاع يعني متفخر ولا نسمع فيلم نقول واو 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 نقول دعانا عليهم الجو صحه صحه ليهم ويعطيك الصحه. الحقيقه قاعده نشوف الاجواء ساعه اللون الازرق يسيطر شويه نوعا ما على الفضاء المرقوم البيبسي دي بوسعيد جمل الخيمه حاجات بالحق نتاعنا احنا اطباق الكسكسي وغيرها دونك الاجواء هذه تساهم في مزيد الترويج للموروث الثقافي التونسي معناه ولا مادي صباح اكيد مهم جدا 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 نحن عندنا موروث ثقافي ياسر ياسر كبير ولازمنا ناخذ عليه من الشمال للجنوب معناتها فما ناس احنا نقولوا تشهى في حتى نقطه من بحرنا فهمت وما تعاملين اسم ديجا ومعروفين معناتها انا قلت لك مثلا انا سافرت البلدان ونمشي غاديك مثلا الراون بعد نمشي تجيني صدمه نقول يعني يا علي يعني هكا الاسم تكون كل عالي والمربى سامحني في الكلمه يعني نحن عندنا شيء كبير كبير علاش نحن نخليه نتاعنا ونمشيو نبهتين في نتاع الناس معناتها عندنا ثقافه كبيره ياسر ومعنا معناتها من الشمال للجنوب مع شيء دوخ في يعطيك الصحه الحقيقه. لا وفما مغامره يظهر لي صباح خاطر وقت اللي تقول لي ايرلندا ما فيهاش برشا جاليه تونسيه غاديكا فانه بالحق انك غامرت باش تعمل مشروع من نوع هذايا ويلقى قبول عند الايرلنديين وغيرهم من الجنسيات الاخرى. انا يعني كيف من سيتي انا شخصيا اني انا شجاعه برشا في نفس الوقت شجاعه من ندرس بالكدا معناتها قبل الشجاعه تاعي ترتبط بالدراسه معناتها قبل ما نقدم كما نقولوا فهمت. انا لقيتهم ناس الايرلنديين ناس مستمحين وناس يحبوا الثقافه الاخرى والناس هما تقبدوا وتحلوا على الثقافات الاخرى يقبلوا فيها. الوغ انا قلت هذه فرصه لازمني وهما تو ناس اقتصاديا ما منتعشين معناتها فهمت ونحن هنيك في ايرلندا الشماليه نحن جينا نربو بين البناء نحن يعني اقتصاديا وسياسيا تابعين بريطانيا وجغرافيا تابعين ايرلندا يعني من هنا معناتها سونتر مزين برشا معناتها فهمت في نفس الوقت هنا في ايرلندا الشماليه عندهم ديجا هما السياح يجيوهم من امريكا من كندا يحبوا يشوفوا التاريخ عندهم عند قطر هنا عندهم تاريخ هما وعندهم حكايات سياسيه قديمه وكل شيء الوغ هما بيتهم يجوا في السياح من نوع اخر مش السياح نحن الوغ انا قلت ما دام الناس هذوما اللي جايين لهنا يعني اخذت الموضوع الكل معناتها من جميع النواحي وقلت لازم نعمل سونتر هنيك باش في نفس الوقت الناس هذوما تولي ديريكت يمشيو فلايت من هنيك يمشيو وتوصل مش بعيده عليهم يمشيو معناتها كما نقولوا تولي معناتها مركز سياحي كبير تونس هنا مادام الناس عندهم وتقسم خايف سامحني مش كيف نحن صحيح الناس تحب الشمس كي نقول لك وما يقسين الشمس حتى يجي نهار هنا حتى 20 ديجري تلقاهم فرحه يجراو يشريو فيك الباربيكيو باش يقعدوا في الشمس حتى 20 ديجري صحيح صحيح اي قلت نحن عندنا الشمس وعندنا الماكله وعندنا الحديث هذوما الكل وفي نحن فين انا يلزمني عندنا كل خير يا صباح كل خير اما يا ريت اللي يبعد من البلاد هذه يقدر معناها بالحق يولي يعرف قيمتها اكثر والله يعرف قيمتها والله بلادنا جنه والله بلادنا والله العظيم مانيش معناتها خاطرني تونسيه والله الحمد لله يعني عد معناتها بون الغربه في حسبيه انا انا تونسيه وعايشه لهنا ونقولها بكل فخر والله يوجد في تونس ما يستحق العيش ونحمد ربي ونشكروه معناها كان الواحد يعطي عين للبلدان الاخرى شنية صاير فيها وبعض التفاصيل اللي قاعدين نشاهدوا فيها غير احنا ساعات نبداو نغطيو في عين الشمس بالغربه لا لا يا مدام اسمعني كان نحن نحمد ربي بركه ونخدمه ونعم ونعرفوا قيمة بلادنا والله لما تولي بلادنا كما كانت قبل قلت انت قرطاج العظيمة نرجع كما قبل نرجع لقرطاج العظيمة ربما وهالمشروع نتاعك يا صباح احكي لي على بعض التفاصيل ربما السهرات اللي قاعدة تصير وانا عندي تصاور قاعدة تمرر لهنا مشكورة زميلنا علي ولاد نصر فما اجواء مثلا في رمضان فما اجواء في الاعياد التونسية هذوما بعض الحاجات زاد اللي يحقوا الاختلاف انا مثلا في العيد كبير باش نحل الريستورون تاعي نقدم فيه اكله للايرلنديين وغيرهم من الجنسيات الاخرى كيفاش اي 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 ايوه فوالا اما في نفس الوقت انا قاعده انا قاعده نمشي مثلا كما نقولوا احنا قاعدين اما انتجريت معناتها معاهم في نفس الوقت نوري فيهم في تراثنا في ثقافتنا مثلا في رمضان نعمل حلو رمضان ونعمل شربه وبريكه هذيك سبيشل
حلم هذايا رمضان في رمضان نعملوا هذيك هما ديجا يحدث الفكره على هذيك فنعمل فاكزومبل نعملوا يوم خارق نعملوا حاجه الحلو ويحبوها صباحا بيان سور يحب تعجبهم مع على فكره المقروض التونسي يموتوا عليه خاطر المقروض التونسي احنا عندنا فاشن برشا ناس تحب الفيجن يقولوا احنا نباتي الوغ المقروض التونسي يحبوه خاطر هو نباتي معناتها والتمر والدقله التونسيه على فكره هنا موجوده في كل بلاصه يحبوها على البوبيلار ويموتوا عليه المقروض التونسي معناتها من احسن الحلو اللي هنا اللي عندنا يمشي في الريستوران نحن نعملوا بالزيتونه نعملوا كل شيء وفي راس العام وفي سامحني في العيد العيد نعملوا مثلا خبز مبسط نعملوش نحن نخلوا المنيو نتاعنا يعني اما نعملوا حاجات ديما احنا ديما عندنا اطباق سبيشال شيف سبيشال يعني حاجه شنو عندنا ديفيرون جديده نعملوا مثلا خبز بس نعملوا المشوى نعملوا عملت حتى العصبين يعني يا لالا وكلاوه هنا معناها المهم في انك بالحق تنجم تغامر بطبق من الاطباق ما هل يقبلوه الا لا ايش نقول لك مدام ايش نقول لك سامحني العصبين العصبين نحن العصبين نتاعنا لازم يكون طبق عالمي ايش نقول لك عليه في اسكتلندا اسكتلندا هنا في معناتها بعيد علينا احنا ايرلندا الشماليه معناتها تبع بريطانيا عندهم الطبق العالمي نتاعهم اسمه هاديك سوري هاجس سامحني يمكن مسكوت عندي هاجس الهاجس هذا نفس الفكره نتاع العصبين اما الجيب يعني هما مروجين ليه اللي يمشي اسكتلندا يعني حتى الامريكان والكندا نحكي معاهم واللي باش يمشيو مثلا سكوتش اسكتلند باش يمشيو ياخذوا تبقى الهاجس اللي هو العصبين العصبين مش كمان احنا الجيب لا فيه لا هريسه لا يعني نحم مفروم في وسط الحشيك كيف تسلك الكرشه معناتها يعني الكرشه نتاع العلوش وسط الحم مفروم وبرغل ماهيش كيفنا هذيك يبيعوه يقصوه هيك ولا فتح حتى يا يقصوه هذيك يلزمك تمشي انت لاسكتلند يلزمك كيما نقولوا احنا في اليابان عندك السوشي مثلا علاش قلت لك الماكله مهمه على الاخر للسياح اكيد مثلا في فرنسا تاخذ كرواسون تاخذ هما عندنا في اسكتلند سايح باش يمشي ياخذ الوغ نحن عندنا العصبين وما ادراك احنا العصبين اكله متكامله فيها اللحم وفيها البهارات وفيها الخضره وفيها كل شيء وبنينه انا مرايه العصبين لازم يكون تبقى علش عالمي علاش ليه ابدا انت واحنا هنا معاك يا صبيح فهمتي فهمتي دار القديد وغيرها من الماكولات الاخرى اي اكيد اكيد مثلا نش نعمل فيه مثلا من الحاجات اللي انا عملت نبدل فيهم مثلا العصبين مثلا ما نحطش فيه ترخي شحامه كبيره ولا حاجه خاطر معناتها هما ما يحبوش هذيك الامور هذيك مثلا تترحى فهمت مثلا ولا تحط فيها جيس تشوف اللحم باش تسهل فهمت خاطر هما هنا عندهم بروسيس فود معناتها كي تحط له اللحمه بالشحمه قليل فين ياكلها اما كي تحط له مرحيه في برجر ياكلها تبدا خفيفه وغير اي صحيح فهمت الحكايه نتاعهم وهذا مهم راهو انك تطلع على رغباتهم وتحاول تولم بين رغباتهم والموروث الغذائي التونسي مبدئيا تو تبارك الله احنا عندنا معناها مطعم بالفم والملي مطعم ثقافي كارتاغو في ايرلندا صاحبه المشروع ما شاء الله عليك معناها احسن ما يمثل بلادنا وتمثلنا زاد احنا في فقره سفراء صباح الحد الان كيفاش تقييمك للمشروع هذا ناجح ممتاز جدا مازلنا باش نزيدو نطوروا فيه هو ممتاز جدا وديما مازلنا باش نطوروا فيه هو نجح نجاح كبير حتى مع وسائل الاعلام هنا تتبع فيا معناتها يجي والله معناتها ديجا نعش بعثلك ولا نعش كان مطلعة معناتها عندي نخدم مع وسائل إعلام مع بلفاست لايف نخدم مع مجلات هنا بريطانية إنجليزية أخي أنا عندي مجلة أمريكية نخدم معها صفحة كاملة هابطالة تورا على شخصي ما شاء الله عندي عليك. نخدم مع الكومنولث مع جنوب إفريقيا يعني عندي وزادة عندي برشا حاجات في مخي نخدم فيه سواء من في وسط الريستوران من الأطباق ومن تطوير ومن جلب ناس أخرى ومن يعني استغلال الريستوران بطبيعه باش نطلعوا يطلع عالمي اكثر وفي نفس الوقت قاعده نخدم بطبيعه بالتوازي مع النشر الثقافه التونسيه بشتغل المطعم وشرفي اليزوني باش ندخل الاعلام من الباب الكبير معناتها كوجه يعني تونسي في الاعلام البريطاني والايرلندي وهذاك انا قاعده نخدم فيه وانا يعني جي سيون تخا دو فيغ معناتها ما شاء الله عليك فوالا وديما انا ديما ممتاز جدا وانا ما نقفش غاديك انا راني ديما
انا لا ينطفي الحلم تاعي الا اذا كان لفوني تاعي مش الا روحي. يعطيك الصحه وما شاء الله عليك. في الختام باش نقول لك صباح، معناها اليوم رحله 25 سنه ما شاء الله، معناها انت كونت عائله وغيره. اولا كيف زيارتك لتونس، وثانيا هل في تعاملك مع المطعم هذا تجيب منتوجات من تونس، معناها باش غاديك تود بهم الزائرين واللي يطلبوا الماكله التونسيه؟ صحيح صحيح صحيح، انا ديما نجي لتونس على الاقل مرتين في العام على قد ما نجم. نجيب الفخار من تونس، نخدم كان فخار تونس، نجيب الصور، نجيب الديكور، نشري، ونفس الوقت نشجع الشباب نتاع تونس اللي عنده حرفه ولا اللي عنده حتى مثلا يعمل الهريسه ولا يعمل الفاح ولا اي شباب اللي يخدم ناخذ من عندهم ونجيب لهنايكا. نتعامل مع برشا ناس من تونس، برشا يعني حرفيين، فما توا شكون يخدم لي في باتو، نحب نخدم باتو على كيما قرطاجي بكري يخدم لي فيه في بنزرت، فما ناس من جنب تخدم لي في ناخذ الزرابي والمرقوم مش قلت انت وحاجات لبس تقليديه، وبرشا افكار مثلا عندي نحب نعمل يعني كوا كيما معرض صغير في الريستورون كوا في الدخول فيها لباس تقليدي زاده يعني قلت لك ديما انا مخي قاعده تطور. ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى وربي يزيد يوفقك ان شاء الله. صباح فخوره جدا الحقيقه بتدخلك معنا اليوم في فقره سفراء، وراهو مش اي واحد يدخل في الفقره هذه، كان ما يكون بالحق حقق ومثل، حقق ونجح، معناه حقق طموحاته ونجح ومثل البلاد التونسيه ورفع الرايه الوطنيه. فكل الشكر لك صباح ساندي صاحبه المطعم الثقافي كارتاغو في ايرلندا. شكرا جزيلا لك يا للا.